لماذا علماء الحديث مثلا حينما تحدثوا عن الضبط قالوا الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط كتاب مهم، يون يضبط ما يكتب لاش الأخطاء. يا ذا الخمر بيزيك ما يكتب نسوفوس، هذا يكتب النسخة المصحف كامل وتفضل الأخطاء إلا نادرا. ثورس ماشينين يسيني العجف ما لا ميم زيك مضبر ما كيني خدم الدوموند مانيسكريت سوفوس هيك ماشي ثورس سي في هذي خدم استقصى غير مغاران وقال لي غزوان ربي ثاقي كيني كني لا دوموند ما داس انا غير ميم لا بسيكولوجي ناس مشي تسارو ما يسنا ديالو موري غلظارة ما يكتب ما يكتب هذه نغالا تغرض كان كنديجا هذه الكتيبه كلشي سفوس كل كنت مسؤول عما كتبته يمينك اين يكتبوا فوسيك انت مسؤول عليه. ضبط صدر يعني من محفوظاته من ذاكرته من صدره. اتفض مثلا يون يحفظ القران الكريم عن ظهر قلب احفظ صفا سينك الايه ايش اللي يجبد يزرمش ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون فاتقون ثلاث ايام يظن وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون فاعبدون ذاقي للواو ذاقي ولاش ذاقي انا ذاقي انا ذاقي فاتقون فاعبدون صافي ثورة ما ثورة الكتاب سيدي شفضل سورة الأنبياء سورة المؤمنين سيدي شفضل 92 و 51 الآيات الأرقام ولكن ما إلا الذي المخيط زريض إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون فاعبدون لكن فاتقون يا يعني مثل الواو قبليس صافي الآيات متشابهة وكذا زرضة مش وطبعا تلقى أصعب كما يعلم الإخوة المجربين اللي في معمرين وكذا تلقى قوارا أليس كذلك؟ أندا تتمشى بنت تتمشى بنت إلا وأندا إن الله لا يحب الفساد إن الله لا يحب المفسدين إلا وأندا إلى آخر الآيات صافي ما إذا كان الأمر مضبوط القرآن مضبوط ضبط كتاب ضبط صدر تستحضره ثم أن ضبط الكتاب ممكن تفقدوه إذا كتاب مثلا غير الهواء يلخص بقى على خير يروح ولكن لماذا الراس الحمد لله تنضي مخيك إلى آخر لذلك علماؤنا رحمهم الله كانوا يؤكدون كثيرا على ضبط الصدر على ضبط الصدر.